يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بالتأكيد النهاردة كلنا تابعنا الحادث المؤسف اللي وقع في العاصمة الفرنسية باريس، واللي أسفر عنه مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 أشخاص آخرين. بمرور الساعات وعلى مدار اليوم، السلطات الفرنسية قدرت أنها تلم أكثر بتفاصيل الحادث، ملابسات الحادث، وقالت المدعية العامة في باريس أنه المهاجم المشتبه به هو تم اعتقاله بالفعل اليوم. والشرطة الفرنسية قالت أنه هو فرنسي الجنسية، عمره تقريبا 69 عام، وكان معروف لدى السلطات أنه ليه سوابق، تم اتهامه قبل كده بطعن 2 مهاجرين بسكين في مخيم في العاصمة الفرنسية السنة اللي فاتت. خلونا نروح مع حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر عن ملابسات الحادث وتطورات الأحداث من باريس. معانا الكاتب الصحفي باسل عويدات، مراسل الأهرام بباريس. مساء الخير على حضرتك يا فندم. ولو تضعنا في الصورة في باريس الآن وتداعيات الحادث اللي حصل الصبح في باريس، الوضع الأمني الآن في شوارع العاصمة باريس، لأنه كان في يعني اشتباكات ما بين عناصر الأمن الفرنسي وما بين المتظاهرين الأكراد، ويعني شهدت كده العاصمة حالة من حالات الاشتباكات ما بين الأمن وما بين المتظاهرين الأكراد، احتجاجا على هذه الحادثة اللي ربما الأكراد بيتحدثوا عن أنه حدث إرهابي، والأمن الفرنسي بيتحدث على أنه هو عمل جنائي لا علاقة له بالإرهاب. فلو حضرتك تضعنا في الصورة الآن. أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين. وبالفعل هو تضاربت الأقاويل، الأكراد، المجلس الديمقراطي الكردي قال أنه عمل إرهابي وسياسي واتهم تركيا، بينما القضاء والمسؤولين الفرنسيين حتى الآن ما زالوا يتعاملوا مع القضية وكأنها أمر قضائي حتى الآن، ينتظرون رأي مكتب المدعي العام الوطني ليقرر هل يتخذ هذه القضية قضية إرهابية أم قضية عادية. المجلس الديمقراطي الكردي أعرب عن انزعاجه وحرض الجالية الكردية في باريس، فقامت ببعض الصدامات مع الشرطة الفرنسية، ورفعت شعارات وهتفت بشعارات تؤيد حزب العمال الكردستاني، وهو مصنف أوروبيا كحزب إرهابي، وهذا طبعا بحد ذاته سيخلق جدل باعتبار أن مناصري هذا الحزب يبدو أن عددهم ليس قليل متواجدين في أوروبا، فهل ينقل نشاطه هذا الحزب إلى أوروبا؟ هل يتسبب بمشاكل مستقبلية؟ هذا بدأ يثير تساؤلات في فرنسا. لكن حتى اللحظة من الصعب الجزم بحيثيات أو أهداف هذه العملية، خاصة أن من نفذها لا يرتبط بالإرهاب وليس له سوابق إرهابية، له سوابق عنصرية بسيطة لم تصل إلى حد القتل. هذا ما دفع مكتب المدعي العام. إذن أستاذ باسم، أستاذ باسم حضرتك تتحدث على أنه هوية منفذ العملية تضعنا أمام أنه عمل جنائي وليس إرهابي. حتى اللحظة لم تقول السلطات القضائية الفرنسية أنه إرهابي، لكن هناك مؤشرات، ربما هو مؤشرات استهداف هذا المركز الكردي، هل هو استهداف للأجانب كمطلق أجنبي أم هو استهداف للأكراد بحد ذاتهم؟ هذا هنا يقع السؤال الأساسي. في حالة كان الاستهداف للأكراد بذاتهم يجب البحث عن خلفيات هذه الجريمة، وربما هي بالفعل جريمة سياسية، جريمة لها أبعاد صراع آخر. أما إذا كانت هي استهداف فقط للأجانب لمجرد أجانب، وكان هذا المركز الكردي ربما كان مركز عربي بدل هذا المركز الكردي أو مركز من إفريقي لنقل، بهذه الحالة تأخذ القضية طابع عنصري إرهابي وليس إرهابي سياسي. هناك فرق بينهما هنا. وبكل الأحوال كيف تتحدث الصحف الفرنسية لمكافحة الإرهاب؟ أستاذ باسل، الرأي العام الفرنسي والصحف الفرنسية والإعلام الفرنسي كيف يتحدث عن ما حدث اليوم بباريس؟
كانت تتحدث كيف كانت تتعامل مع القضية اليوم تقصدين؟ بدون شك تقريبا على مدار الساعة كانت كثير من التلفزيونات الإخبارية الفرنسية على مدار الساعة تتابع هذا الحدث. هذا حدث ليس قليل وليس هين بالنسبة لفرنسا وفي ووسط تاريخ أعياد الميلاد. صحيح ذلك. في حقيقة الأمر تابعته وكانت نسبيا حذرة جدا ومتوازنة، لأنها لا تريد أن تثير أو أن تطبع بطابع يميني. كانت بالفعل متوازنة. ربما بعض المحطات حملت اليمين الفرنسي المتطرف مسؤولية غير مباشرة طبعا عن تيار من المواطنين أو من الناس الذين يكرهون الأجانب بشكل عام. هذا تقريبا ما تناولت الموضوع بشكل تضامني، قضية إنسانية، قضية بدون شك كبيرة محزنة ما حدث. لكن هذه ليست الحادثة الأولى بحق الأكراد في فرنسا أستاذ باسل. يمكن من 4 أو 5 سنوات كان هناك حادثة مشابهة في نفس الدائرة، الدائرة العاشرة. يعني كيف تقرأ هذا؟ نعم، الدائرة العاشرة هي دائرة يقطنها كثير من الأجانب، وهي ليست فقط مقر لمراكز ثقافية كردية، ولكن أيضا هناك منظمات وجمعيات عربية وغير عربية أجنبية مختلفة. هذه الدائرة دائما ربما لا يوجد إحصاء حقيقي، بالنهاية لا يمكن الفصل بين الفرنسيين والأجانب لأنه اندماج حقيقي وكامل، لكن نسبة كبيرة منها من المهاجرين لنقل. وهذا الاختلاط يولد دون شك كونه اختلاط واسع، فيه ايديولوجيات مختلفة، فيه توجهات سياسية مختلفة، فيه جنسيات مختلفة، يقلق بعض المشاكل والصدامات احيانا. الإجراءات الأمنية، وإحنا يعني على يوم واحد من الاحتفال بأعياد الميلاد بباريس، ودعوات من قبل الأكراد للتظاهر غدا، الإجراءات الأمنية لاحتواء هذه الأزمة؟ نعم، هم الأكراد دعوا للتظاهر غدا في ساحة هي ساحة الجمهورية. ربما السلطات ستعطيهم الموافقة على التظاهر ضمن هذه الساحة، لكن الإجراءات الأمنية بدون شك ارتفعت بشكل متواتر وسريع، ليس فقط في المنطقة وفي الحي الذي حصلت به الجريمة، لكن بالفعل على مستوى فرنسا وليس فقط باريس. أصبحت دوريات الشرطة منظورة وملموسة بزيادة عددها، ويعني نخشى ربما أن يتخذ إجراءات أمنية أكثر أقصى قليلا، لكن لا أعتقد أنها ستصل إلى مستوى التأثير على احتفالات الفرنسيين بأعياد الميلاد. ربما سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الدوريات التي ستسير في المدن، وخاصة من مساء الغد وإلى ساعات متأخرة من الليل. فقط المنطقة التي حصل فيها الشارع الحي الذي حصلت فيه الجريمة هو منطقة شبه أمنية أصبح لها. احنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي باسل عويدات مراسل الأهرام بباريس، شكرا جزيلا على وجودك معنا. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا جمهور الاهلي النهارده اتصدم بخبر مؤسف، ويعني اصابه اكرم توفيق لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي، ودي مش اول اصابه ليه السنه دي الحقيقه، دي تاني اصابه تقريبا، وتقريبا الاصابه اتاكدت انها رباط صليبي. الفحوصات الاوليه اللي خضع لها اكرم توفيق اكدت اصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وده كان خلال التمرين النهارده. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، دي مش الإصابة الأولى لأكرم بالرباط الصليبي، دي التانية السنة دي بعد ما اتصاب نفس الإصابة في يناير اللي فات مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية. كلام كتير اتقال الساعات اللي فاتت في الموضوع ده،
ازاي اتصاب، ايه اللي حصل، هل كان في التحام مع حد من الزملاء؟ ناس كانت بتتكلم على انه كان في التحام مع محمود كهربا، ايه اللي حصل بالظبط، ولا هو اصلا لسه ما كانش تم تاهيله بطريقه صحيحه من الاصابه اللي فاتت؟ هنعرف كل ده معانا دلوقتي الناقده الرياضيه ريهام حمدي. ريهام مساء الخير عليكي. كبير عليكي وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بيكي منورانا في التاسعه. عايزين نعرف منك ونطمن جماهير الاهلي على اكرم ونعرف كواليس الاصابه كانت عامله ازاي. الاول هو اتصاب ازاي؟ بصي، هو طبعا كواليس الاصابه هي مش كوره مشتركه مع محمود كهربا. هو النهارده كان في طبعا تدريب عادي جدا للنادي الاهلي زي كل يوم، كان في تقسيمه في نهايه مران، وبالتالي كان في كوره طويله، يعني الكوره هي طويله، كهربا بيجري علشان يلحق الكوره، واكرم كمان عايز يلحق الكوره قبل كهربا يغطي يعني. ف يعني اكرم عمل كوره عاليه، يعني عمل سبرنت عالي لفوق شويه او جامد، وبعدين وهو بينزل على الارض للاسف عشان يوصل للكوره قبل كهربا، وقع على رجل واحده طبعا للاسف، الرجل حصل فيها الاصابه ورجله غرزت في الارض. طب ريهام معلش اسالك هنا، مفيش في اي كوره مشتركه مع اي لاعب تاني يعني. طيب عظيم، يعني هو ما كانش فيه التحام مع زملاء، دي كانت كوره مشتركه بس بينه وما بين كهربا. الناس بتسال هي دي نفس الرجل اللي اتصابت قبل كده ولا دي الرجل الثانيه؟ دي الرجل الثانيه، الرجل الشمال الاصابه في الرجل الثانيه خالص، يعني طبعا سوء حظ كبير جدا للاعب، يا دوب لسه بدء ان هو يرجع للفورمه بتاعته ويرجع لمستواه بعد الاصابه اللي فاتت، كان هو يصاب نفس الاصابه الثانيه. بس خليني برضه اكون صريحه جدا معاكي، التشخيص لسه مش نهائي لحد يعني ممكن ما يبقاش وجود صليبي مبدئي من طبيب الاهلي، لسه هيكون في فحوصات وحاجات ثانيه هتتعمل بكره ان شاء الله، وبناء على الفحوصات دي هيتحدد اذا كان القطع جزئي كلي، هيحتاج تدخل جراحي من عدمه، كده متوقف على الفحص الجديد اللي هيتعمله بكره ان شاء الله يعني. يعني لسه الموضوع ما تحددش اذا كان هو يعني شكل الحاله بالظبط ايه، هيسافر امتى، الكلام ده لسه ما تحددش. لا 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 لسه ما تحددش، كل ما يقال في القصه دي لحد دلوقتي مش صحيح خالص يعني. هو نفسيا بقى اخباره ايه ريهام، تطمنينا عليه؟ طبعا هو متضايق جدا، وطول اليوم النهارده تواجد عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي عنده في البيت لزيارته، وطبيب الاهلي تواجدوا عليه طول اليوم. طبعا حالته النفسيه سيئه جدا، خصوصا ان هو يعني اكرم كان مستعجل جدا ان هو يرجع ويلعب، حتى فتره التاهيل كمان اكرم كان بيحاول ان هو يرجع بدري وبسرعه، وكان دايما الدكتور يرجع بدري. دي ريهام الناس هنا بتقول لك دايما بيقولوا له براحتك واحنا مش مستعجلين عليك، ترجع وانت خلاص سليم 100% علشان ما نستعجلش ان ممكن تحصل اصابه جديده ليك يعني. فعلشان كده هو يعني متاثر نفسيا جامد جدا بالاصابه يعني. طيب هل كان هناك اي راي طبي يا ريهام بيقول ان هو رجع بدري وما تمش تاهيله بشكل صحيح؟ لا لا خالص خالص، لان الاصابه اصلا في رجل ثانيه تماما غير الرجل اللي هو اتصاب فيها، وزي ما حكيت لك او وصفت لك الاصابه هي اصابه فعلا في التمرين، قضاء وقدر يعني. هو اكرم بيلعب بنفس الروح والجرينتا اللي بيلعب بيها في الملعب بيلعب بيها في التمرين طبعا. التمرين المفروض ان الدنيا تبقى اهدى فيه شويه من المباريات يعني، لكن هو للاسف الروح بتاعته في الملعب هي نفس الروح اللي بيلعب بيها في التدريبات يعني. فللاسف اللي حصل ده في التمرين النهارده من اصابته يعني كان سبب اصابته، لكن لا 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 ملوش اي علاقه بان هو رجع بدري او التاهيل بتاعه او اي حاجه من الحاجات دي خالص يعني. طيب عظيم، ان شاء الله يقوم لنا بالف سلامه ونطمن عليه يا ريهام. عايزه اطمن بقى على الاهلي هيعمل ايه الماتش الجاي مع سموحه، محمد هاني اللي هيلعب باك رايت، وعايزه كمان اسالك عن تجهيزات الاهلي لكاس العالم للانديه. التجهيزات بتاعت كاس العالم للانديه لسه طبعا الاهلي لسه بيشوف الصفقات، هيضم لعيبه جديده يقدر ان هو يعلي بيها السكواد بتاعه في البطوله ولا لا. انت عارفه ان هي بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي ومشاركه فيها بالنسبه له، حتى بعد ما كان بره البطوله خالص، وفكره ان هو يرجع ليها دي رجعت لهم تاني الحياه يعني، لان هم بيحبوا البطوله دي قوي. فبالتالي لسه التجهيزات هتتم شويه بعد الميركاتو يعني. الاستعدادات لسموحه طبعا محمد عبد المنعم هيكون متواجد بشكل طبيعي جدا في المباراه يعني، هو غيابه كان عن المباراه اللي فاتت للايقاف، بس الاصابه اللي كانت عنده ماتش فيوتشر مش هتأثر على مباراة سموحة، وهيكون متواجد بشكل طبيعي جدا في المباراة اللي جاية إن شاء الله يعني. إن شاء الله. إحنا بنشكرك شكرا جزيلا الناقدة الرياضية ريهام حمدي، شكرا جزيلا على وجودك معانا.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الكل خلاص عايش الاجواء الشتويه، والشتاء بتعلن عن نفسها رسمي، والنهارده شفنا بقى شويه امطار كده وبدايه حقيقيه لفصل الشتاء، وفي موجه من الطقس البارد اعتقد كل الناس حاسه بيها، وكمان يعني متوقع بقى اضطراب يعني في الاحوال الجويه، محافظات يمكن فيها شوية أمطار، في محافظات هيكون فيها كمان رياح. هنعرف كل التفاصيل أكتر وإيه أخبار الجو الأسبوع اللي جاي. معنا دلوقتي على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ولو تقولي لنا كده الجو أخباره إيه الأسبوع الجاي؟ إحنا خلاص يعني ابتدينا نحس بالصقيع، والنهاردة كان مطر، فلو تقولي لنا أخبار الجو الأسبوع اللي جاي. بالفعل يمكن احنا من الامس واحنا بنشهد سقوط الامطار متفاوت الشده على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، واستمر اليوم على مدار اليوم على فترات متقطعه، لان احنا بنتاثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، مع وجود ايضا منخفض على سطح البحر المتوسط، مع كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا منخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان تكسر السحب المنخفضة والمتوسطة بيحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار ويخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة. طيب دكتور منار، ده مستمر لحد إمتى؟ هيأثر علينا لحد إمتى؟ انخفاض درجات الحرارة ده هيكمل معانا على مدار الأسبوع القادم كله إن شاء الله. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 19 و20 درجة مئوية فترة النهار، فترات الليل ما بين 13 و15 درجة مئوية، يعني هنحس بالطقس فترة النهار، طقس شتوي لطيف لطيف فترة النهار، فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء هتكون أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية. طب وتوقعاتنا للأمطار إيه الأسبوع اللي جاي يا دكتور؟ سقوط الامطار هيكمل معانا ان شاء الله 48 ساعه القادمه، يمكن يكمل معانا اليوم الاثنين اللي جاي. غدا السبت ان شاء الله سقوط الامطار هيكون متوسط على محافظات السواحل الشماليه، دي المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، خفيفه المتوسطه على بعض المناطق من سيناء، خليج السويس، بعض المناطق كمان من مدن القناه. مع يوم الحد الامطار هتتقدم وهتكون في المناطق الداخليه، يعني هتوصل لمحافظات جنوب الوجه البحري وقد تصل للقاهره الكبرى، امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه، يعني مجمل الامطار خفيف لمتوسط، بعض المناطق ممكن تشهد امطار خفيفه، بعض المناطق الاخرى ممكن تكون فيها الامطار متوسطه، لكن هي امطار متفاوته الشده هتوصل للقاهره الكبرى وشمال الصعيد. مع يوم الاثنين هتنحصر في المناطق الشماليه السواحل الشماليه، وان شاء الله هتتلاشى تدريجيا مع يوم الثلاثاء القادم باذن الله. طيب اخبار الشبوره ايه يا دكتور، عشان الناس برضو اللي بتنزل الصبح بدري قوي؟ يعني الشبوره المائيه خلال ال 72 ساعه القادمه اليوم الاثنين اللي جاي، الشبوره المائيه مش هيبقى لها تاثير بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، لان احنا وجود المنخفض الجوي مش هيساعد على تكون الشبوره المائيه، مع وجود نشاط نسبي للرياح هيساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره ومش هيساعد على تكون الشبوره المائيه. مع يوم الثلاث هتعود ثاني الظاهره الجويه المؤثره الشبوره المائيه، ناخد بالنا ان في فصل الشتاء الشبوره المائيه بتكون كثيفه بشكل كبير وممكن تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، عشان كده احنا دايما بنقول لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، نعرف كثافه الشبوره المائيه عامله ازاي عشان نبدا ناخد الاحتياطات والتدابير اللازمه واحنا نازلين مشاورنا في الصباح الباكر او حتى واحنا راجعين في الساعات المتاخره من الليل. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. نستعد اليومين اللي جاي فيهم مطرة، واليومين اللي جايين برد، وبقية الأسبوع لسه برد، فربنا يقوينا إن شاء الله على الشتاء دي. طيب هنتكلم مع حضراتكم عن موضوع تاني برضو، أعتقد أنه مش كلنا نلم بمسألة أنه صناعة الملابس صناعة ملوثة للبيئة بشكل كبير، هي تاني أكبر صناعة ملوثة للبيئة بعد البلاستيك. ويمكن في قمة المناخ اللي أقيمت في شرم الشيخ نوفمبر اللي فات كان هناك اهتمام كبير من قبل الحضور ومديري الجلسات لمناقشة كل ما هو له علاقة بمسألة الحفاظ على البيئة في تفاصيل حياتنا اليومية، اللي زي ما كنت بقول لحضراتكم ممكن نكون يعني مش منتبهين انه ده يكون شيء ملوث للبيئة، يكون شيء ضار بالمناخ. لو احنا بنتكلم بقينا نفهم الوقود، بقينا نتكلم عن الطاقة النظيفة، لكن احنا كمان بقينا بنتكلم عن المستلزمات المنزلية، الأشياء اللي بنستخدمها يوميا زي الملابس. طيب هل المفروض ان احنا نتكلم دلوقتي عن ملابس صديقه للبيئه علشان نحل
هذه المشكلة. يمكن ده بيحصل في كل دول العالم، إنه حتى التخلص من الملابس، صباغة الملابس، كل هذه الأشياء أولا بتهدر يعني ثروات طبيعية كبيرة جدا جدا، غير إنها صناعة ملوثة للبيئة بشكل كبير جدا. خلينا نتكلم مع حضراتكم في مسألة إنه إن إحنا نشتغل على إنه نصنع ملابس صديقة للبيئة. هل ده ممكن؟ طيب إزاي ده هيتم؟ إزاي إن إحنا نصنع ملابس صديقة للبيئة؟ إلى أي مدى يمكن تنفيذه أصلاً؟ هنتكلم مع حضراتكم وإحنا داخلين على فصل الشتاء وانخفاض في درجات الحرارة على اللبس الشتوي اللي ممكن يكون صديق للبيئة، إزاي نقدر نحقق ده؟ ويمكن ناس كتير تبتدي بقى دلوقتي تفكر إنه هنشتري، ما إحنا كل ما بنستهلك كل ما الصناعة بتزيد، فكل ما التلوث بيزيد، لكن يمكن إحنا ما بناخدش بالنا بالقدر الكافي من ده. خلينا نفهم دلوقتي بالتفصيل ايه مسألة انه يكون عندنا لبس صديق للبيئة، يعني ايه اصلا لبس صديق للبيئة. معانا دلوقتي على التليفون دكتور أميمة جابر علام، استاذ بمعهد النسيج والمركز القومي للبحوث. يا دكتور مساء الخير على حضرتك. ويمكن كنا بنتكلم على انه مسألة صناعة الملابس هي صناعة ملوثة للبيئة بشكل كبير، تضر بالمناخ بشكل كبير، يمكن هي صناعة ملوثة تانية بعد البلاستيك. فمسألة ان احنا نبتدي نتكلم على انتاج ملابس صديقة للبيئة، ايه ملامح يعني ملامح حدوث ده في مصر؟ مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين. موضوع الملابس فعلا مهم جدا، والصناعة مهمة جدا، وكل المحاولات والابحاث في المركز وخصوصا معهد النسيج ان احنا نقلل من الملوثات. بنستعمل بدائل طبيعيه، بنستعمل في الصباغه صبغات طبيعيه، بنقلل من استهلاك الميه، ان احنا بنصبغ في التراسونيك او في مايكرويف، بنستخدم مواد برضو من الطبيعه في معالجة نفسها، في أنزيمات مستخلصة من حاجات طبيعية برضو في معالجة. معلش يا دكتور، عشان دكتور أميمة عشان نفهم بس، حضرتك كده بتقولي لي صفات اللبس صديق للبيئة، انتوا بتعملوا ايه في من خلال الأبحاث دي عشان نخلي اللبس صديق للبيئة؟ بيبقى من مواد طبيعية، يعني زي بيعتمد على مصدر طبيعي، زي مثلا الصوف، زي الحرير، وخصوصا احنا في فصل الشتاء فبنعتمد على الأصواف اللي هي من الأغنام، او الأغنام بتتربى في مراعي طبيعية، طبيعتها جيدة ومناخها كويس. بنبتدي من الأول خالص ان احنا ما ندخلهاش السماد بتاعها او الاكل بتاعها بيبقى عضوي، فبالتالي انت بتاخدي صوفه ناعمه. بناخد برضو حرير طبيعي، ده بيعتمد على حاجات كلها طبيعيه. الحاجات الثانيه المصنعه الاكريليك اللي احنا بنستعمله زي البطاطين وبعض الملبوسات، ده بيبقى ريجينيريتد، بنسميه القماشه المستعاده اللي بتعتمد على مصدر طبيعي برضو اللي هو زي الكازين من او زي فول الصويا. كل الحاجات دي مصادر طبيعيه وكلها بتبقى صديقه للبيئه. احنا يمكن شفنا في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ عارضين كتير واصحاب يعني ماركات مصريه بيعرضوا ملابس صديقه للبيئه. حضرتك لاي مدى شايفه انه ده ممكن ان هو يكون يعني ممكن تنفيذه في صناعة الملابس بشكل كبير؟ ممكن تنفيذه طبعا، وفي حاجات توجه كويس قوي. ممكن تنفيذه طبعا، توجه كويس قوي ان انا اعتمد على جريد النخل، ان انا اعتمد على مصادر طبيعيه، اعتمد على مستخلصات طبيعية، اعتمد كل حاجة اخدها من الطبيعة. فبالتالي ان انا حتى اعمل ريسايكل، يعني زي ما حضرتك بتقولي ان انا ازاي ما ملوثش البيئة، وده اللي كان في المؤتمر برضو ان هو ريسايكل، ان انا استفيد من الخامات المتبقية او البقايا بتاعت المنسوجات، ان انا اعمل منها منتج جديد، منتج جديد ان انا اعيد استعماله مرة تانية، فبالتالي هقلل من الملوثات الموجودة في الطبيعة وهقدر أخلص من الأنسجة بتاعتي بشكل طبيعي وبشكل مناسب وبشكل آمن للبيئة. يعني احنا بنتمنى ان ده يتم يعني وضعه في الحسبان، لانه حتى الدول المتقدمة اللي بتعي تماما قضية تغير المناخ وقد ايه بتأثر على الناس، بتصدر
اللبس اللي هي مش محتاجاه، ما بتعملوش اعاده تصدير، بالعكس بتصدره للدول الناميه والفقيره. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره اميمه جابر علام، استاذ بمعهد النسيج والمركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا على وجودك معنا. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والمبادرات الرئاسيه المستمره لاهتمام بصحه المصريين. مبادرات غايه في الاهميه، فرقت مع ناس كتير جدا جدا جدا، لانه مساله انه تطعيم يجي لي لابني لحد البيت، والتطعيم اروح الاقيه دايما موجود ودايما فريش في وزاره الصحه. الاهتمام بصحه الاطفال والاهتمام بصحه المراه الحامل وكل الاهتمام باهالينا اللي عنده سكر واللي عنده ضغط، مساله انه اشوف حتى المبادرات اللي حصلت للقضاء على فيروس سي، بقينا بنشوف مصر خاليه من فيروس سي، جهود صحيه مضنيه اتعملت من قبل يعني وزاره الصحه المصريه. بنشكر كل القائمين على العمل في وزاره الصحه المصريه، لانه الحقيقه الجهود اللي اتعملت خلال السنين اللي فاتت علشان النهارده نتكلم عن مبادرات بالحجم ده اتعملت لخدمة المصريين، وأنه ناخد بالنا من الوضع الصحي لكل حد من أول الأطفال الرضع على حد أهالينا من كبار السن، شيء كان غاية في الأهمية والناس فعلا كانت محتاجاه. وزارة الصحة والسكان النهاردة أعلنوا أن هم أجروا مسح سمعي ل 3,946,000 طفل، وده كان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة. المبادرة دي انطلقت في سبتمبر 2019، يعني احنا بنتكلم تقريبا على 4 سنين على نتاج هذه المبادرة. معانا دلوقتي على التليفون دكتور احمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. يمكن احنا بنتكلم العدد 3,946,000 طفل تم الكشف عليهم خلال ال4 سنين اللي فاتوا دول، عايز اعرف من حضرتك نتاج هذا الكشف. لو طفل لا قدر الله كان عنده مشكله، الموضوع حال بيجرى ليه العمليات المطلوبه، لو تطلع الساده المشاهدين على نتاج المبادره دي خلال ال4 سنين اللي فاتوا. مساء الخير يا فندم. دلوقتي احنا حضرتك عارفه ان المبادره دي هي مبادره مش حاجه وقتيه، هي بتتم على طول باستمرار معانا. هي موجوده في 3,500 وحده صحيه او مركز صحي موجود على مستوى مصر بحالها. المبادره دي موجوده ان الطفل في الاول 28 يوم من الولاده بتاعته بيتوجه الاب والام بالطفل عشان يعملوا تحليل الغده الدرقيه. مع التحليل ده بنبتدي نعمل له المسح السمعي اللي احنا بنعمله. المسح السمعي ده بيتم في اول اسبوع من ولاده الطفل. لو في اي مشكله فيه بنعيده في نفس المركز الاسبوع اللي بعديه على طول. لو في اي مشكله لا قدر الله بيتحول ل 30 مستشفى مجهزه على مستوى الجمهوريه كلها سواء مستشفى الاحاله. المستشفيات دي بتبقى فيها اجهزه احدث، فيها اجهزه متطوره اكتر، بحيث ان احنا نعرف بالظبط هل في مشكله في السمع وعلى اي مستوى نقدر نعالج الطفل ده. المبادره دي فايدتها الجامده ان احنا في اول شهر من الولاده ما نقدرش نقيم سمع الطفل كاب وام او عيله موجوده، فاحنا بنقدر عن طريق هذه المبادره ان احنا نكتشف في اول شهر اذا كان الطفل اللي عندي فيه مشكله في السمع او لا، وممكن تكون مشكله بسيطه محتاجه شويه علاج دوائي. لو في مشكله اعمق. وهنا يا دكتور استاذنك نقف عند حته الكشف المبكر، لانه ده اعتقد 3/4 الحل هو الكشف المبكر لاي مشكله في السمع. بالظبط. وخصوصا ان ده هنحاول نحد كده من الاعاقه السمعيه اللي هي تمثل رابع اعاقه من حيث الانتشار على مستوى العالم. فطبعا دي حاجه ممتازه لان احنا بنحافظ على صحه اطفالنا كلهم في البدايه من عن طريق المبادرات اللي بتتعمل عن طريق وزاره الصحه. طيب دكتور، المستشفى دي المبادره دي كمان فادت ان احنا ايه؟ ان احنا ما بنعملش بس، احنا كل المستهدف عندنا الاطفال مواليد كلهم، اطفال مصر مواليد اللي هي 2,600,000 طفل بيتولدوا تقريبا في واحد في السنه، فدول المستهدفين عندنا في المبادره. المبادره مهمتها كمان الاساسيه ان هي مش بس التشخيص بس، لا ده العلاج كمان. لو كان في علاج دوائي بنديله علاج، لو في علاج معينه سمعيه بنديله، لو في عنده مشكله في العصب السمعي، لو كمل سنه وما فيش اي تحسن بنعمل له زراعه القوقعه. وكل الاجراءات دي بتتم بالمجان
سواء كان علاج دوائي او علاج جراحي، حتى زراعه القوقعه بتتم بالمجان مع الكشف السمعي نفسه في ده بيبقى بيتم. اجرينا كم عمليه جراحه زراعه قوقعه يا دكتور خلال الاربع سنين اللي فاتوا مع هذه المبادره؟ حضرتك بالنسبه احنا كان قبل المبادره دي كان اغلبيه الاطفال اللي بنعمل لهم عمليات زراعه قوقعه بيعدوا سن الاربع سنين لخمس سنين. من اول ما ابتدينا نعمل المبادره ابتدينا نجد ثمارها في الفترات اللي فاتت دي، السنتين خصوصا اللي فاتوا، بان احنا عندنا بقت النسبه الاكثر اللي بتعمل او يعني بدا يبقى عندنا سن سنه للثلاث سنين دولت بيبقى نسبه 35-40% من الاطفال اللي احنا بنعملهم. ودي طبعا حاجه كويسه لان احنا بنقدر في السن ده نعمله زراعه القوقعه فبيتابع حياته العاديه ويقدر يخش مدارس الحكوميه العاديه. صحيح. احنا نشرح حضرتك. شكرا جزيلا دكتور احمد مصطفى عميد معهد السمع والكلام، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع بعد نكمل كلامنا، خليكم مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كلنا يعني كنا زعلانين ان مصر ما كانتش موجوده ومشاركه في كاس العالم 2022، لكن الحقيقه انه بلدنا كانت حاضره في تفاصيل تانية كتير. كنا بنتكلم عن الكوره المستخدمه في البطوله، كانت صناعه مصريه، عدد كبير من المشاركين في التنظيم وفي التغطيه الاعلاميه، وطبعا المصورين كانوا عيوننا هناك ورصدولنا لقطات مهمة جدا يمكن ما ناخدش بالنا منها أثناء الماتش، لكن بعد الماتش بتلاقي الصور دي متصدرة كل صفحات التواصل الاجتماعي وكل الشاشات التلفزيونية. الحقيقة دايما المصور الصحفي عنده عين مختلفة تقدر انها كده ايه تلقط لقطات مختلفة جدا في كل المباريات الكبرى، وبتبقى الصور دي بعد كده حديث للعالم لانه هي بتنقل زاوية مختلفة احنا ما بنبقاش خدنا بالنا منها، او احيانا بتكون زاويه خفيه محدش يعني كان شايفها خلال المباراه. النهارده ضيوفي مصورين مصريين عملوا شغل كبير جدا جدا في بطوله كاس العالم، لسه واصلين بالسلامه. برحب بيكم استاذ احمد جمعه واستاذ فريد قطب، الحمد لله على سلامتكم. وعايز اسالكم كده يعني اول سؤال، ايه اللي يخلي مصور صحفي عن غيره يطلع كاس العالم؟ ازاي بتسجلوا؟ ازاي بيتم اختياركم؟ هو أول حاجة في البداية يعني بالنسبة للاختيار، هو كل دولة بيبقى ليها عدد محدد من المصورين. طبعا لأن كل مصورين العالم ده بيبقى حدث كبير جدا، بيبقى كلهم نفسهم إن هم يحضروه، بتبقى فرصة عظيمة لأي مصور رياضي إن هو يوثق الأحداث ديت. طبعا معلش مصور رياضي يعني انا لازم اكون بفهم في الكوره عشان اطلع اصور كاس العالم؟ مصور صحفي يعني مش شرط، بس يعني محب للتصوير او يكون متخصص في التصوير. طبعا الفيفا بتحدد العدد مصورين لكل للدوله، وخاصه كمان لو هي مش مشاركه في كاس العالم، يعني لو هي مشاركه بيكون العدد اكبر طبعا والدوله المستضيفه. اما الدول زي مثلا مصر للاسف ان احنا ما صعدناش، فكان لينا حظ ان احنا لينا 10 مقاعد في 10 مصورين يقدروا يحضروا اتحاد الكوره. طبعا احنا بنعرض يا احمد صور من الصور، لو تكلمنا كده على اكتر صوره اثرت فيك خلال كاس العالم. يعني والله هو معظم توثيق الصور يعني في كل الماتشات انا شايف ان بتبقى فرصه جميله جدا ان انت توثقي كل الاحداث اللي في الماتش. طبعا دي نماذج بسيطه من اللي احنا صورناه، في الاف الصور تم رصدها في كل ماتش. بيتم اختيار بقى الصور بعد المباراه على حسب انت رؤيتك للمباراه ايه. فدي كانت من ضمن دي في الادوار الاولى، فرق اللي هي الافريقيه. من ضمن الحاجات اللي شدتني الجماهير، التقاليع بتاعه الجماهير، الالوان، هو الكرنفال. كل مصور بيبقى ليه رؤيه خاصه، هو عايز يصور ايه في الملعب، هو عينه بتبقى رايحه ازاي. طبعا زي ما انت بتقول شويه احنا مركزين مع الجمهور، مباراه احنا مركزين اكتر طبعًا في الماتش، خصوصا انه كان في ماتشات وكنا بنتكلم شفنا النهائي ما حدش شافه قبل كده. بالظبط حقيقي احنا كنا محظوظين طبعا، يعني احنا كنا محظوظين جدا لفكره ان احنا نحضر ماتش زي دوت وبطوله زي دي عموما كمان. يعني
ارجع بس للنقطه الاولانيه بتاعت ازاي بيتم اختيارنا سريعا. هو اتحاد الكوره بيخاطب نقابه صحفيين وعن طريق شعبه المصورين الصحفيين. في شعبه المصورين الصحفيين بتحط بنود محدده لاختيار العشر مصورين دول، لان ممكن بيتقدم مثلا لو حد عايز يقدم المره الجايه. بالظبط كده، اولا بيقدم السي في بتاعه، بيقدم شغله السابق، بيقدم الحاجات اللي تؤهله ان المؤسسه ان هي تتحمل ان في جديه فعلا للسفر، وبيتم عقد لجنه وبيتم اختيار الاشخاص العشر اشخاص اللي قلت لحضرتك عليهم دول بشكل شفاف جدا وبشكل معلن للجميع. طيب عايز اروح لفريد بقى وتشترك معنا في الحديث. يا فريد منورنا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اكيد كانت رحله على قد ما هي ممتعه لكن تعبتوا فيها كتير علشان تقدروا انتوا تتابعوا كاس العالم، ما هواش تغطيه ما هياش سهله. لكن انت اول ما وصلت كنت ايه اللي في دماغك؟ يعني عايز تخرج من كاس العالم ده، عايز ايه الصوره اللي انت كان نفسك تخرج بيها؟ وفعلا عملت اللي انت كان نفسك تعمله من خلال حضورك لكاس العالم ولا لا؟ اول حاجه انت قلت اول ما وصلت، انا اول ما وصلت معداتي اتاخدت مني كلها في المطار. ده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامه. بدات اول ما دخلت المطار قال لك انت حضرتك مش مسجل المعدات، ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني ما حاجه يعني خاصه يمكن الجمارك او حاجه شبه كده. لا هي هو مسجل كان في رولز معينه وطلعت قبل خصوصا انها كاميرات وحاجات من هذا القبيل. المهم فانا جيت قبل خلاص بقى عندي افتتاح ثاني يوم وانا ماشي معدات يعني، فطبعا كان سيناريو حلو قوي يعني. المهم الحمد لله اخذت معدات من سوني، عاملين بوتس جميله قوي للكاميرات. اخذت يعني انت اول حاجه لما وصلت قطر اصلا معداتك ما كانتش معاك، راحت مني وقعدت يعني. فده اول حاجه. التوثيق نفسه هي بطوله، انا بالنسبه لي هي مش تاريخ لي انا بس، هي تاريخ لاي شخص كان موجود في التوقيت ده. انا يعني الحمد لله كنت محظوظ ان انا صورت في روسيا 2018 وكنت من يعني دي مش المشاركه الاولى. لا الحمد لله. بطوله كامله غطيت فيها 17 مباراه. تخيلي، لكن تتخيلي ان انا في قطر غطيت 32 مباراه. حرفيا ما كنت يعني كنت تعبان يعني، مرهق جدا، تعبان جدا. كل يوم كان في ماتشين واحيانا كان في تدريب في النص، فكان ارهاق. احنا بنعرض صور يا فريد دلوقتي. طبعا الصور دي بالنسبه لي تاريخ يعني بالنسبه لي، وده من الماتش النهائي ولحظه انكسار طبعا من مبابي. والصور دي ليها كواليس معايا انا واحمد جمعه، ان احنا اخترنا ان احنا نصور من فوق وخططنا وذاكرنا ورحنا ماتش التالت والرابع عشان خاطر نختار الزاويه الصح. ان احنا لو نزلنا تحت احنا 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 مجبرين على زاويه ممكن يكون الكاس بعيد عننا. فاحنا اخترنا من فوق ان احنا هنصور من فوق، هنصور قدام الكاس دايركت، وده كانت اهم لحظه يعني بالنسبه يعني. طبعا ده هي اصلا كانت مباراه عصيبه على الجميع، الكل كان بيتفرج على اعصابه، النتيجه كل شويه عماله بتتغير. انتوا كنتوا جوه المباراه عندكم تخيل ايه؟ برضو دي صوره برضو لميسي في مباراه السعوديه جدا. الصوره دي انا اصلا كنت حلمت من فتره، حتى انا كنت حاطه عندي على الفيسبوك ان انا حلمت ان انا صورت ميسي صوره يعني عمره ما صورها في حياته. انا حلمت كده. فصوره زي دي انها انا اعتقد انه 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 ميسي لا يمكن ابدا يحصل قبل كده او حصل قبل يعني قبل كده ان المنتخب السعودي طبعا يعني كامل الاحترام يعني يفوز بهذه النتيجه وتبقى الصوره كده، واللاعب السعودي الشهري بيزقر كده في وش ميسي، يعني صوره غير معتاده. فانا الحمد لله كنت سعيد الحظ ان يعني الحمد لله صورت صوره زي دي، يعني تاريخ بالنسبه لي يعني، ودي كانت مهمه قوي. ودي بقى فرحه ميسي بكاس العالم. ده فرحه ميسي بكاس العالم. ودي على فكره دي كانت اول مره في حياتي وانا بصور يعني كوره ان انا انفعل مع هدف. انا انفعلت مع هدف من مبابي تاني، ما صدقتش. انفعال رهيب، مش مصدق في اللي بيحصل. كنا بنجهز نفسنا كمان يعني حتى بعد الشوط الاول خلاص يعني بنجهز بقى انا وبنتكلم انا وفريد على فكره هنصور الاحتفال ازاي، طب ميسي بيستلم الكاس ازاي وبتاع، وبعدين بنخطط لحد ما الدقيقه 80 جت والماتش كله اتقلب. بدانا نصور يعني بدانا نبدا ماتش نبدا بقى نصور من جديد يعني، بنبدا بنصور احداث جديده. فده ده كان ممتع كمان لينا في التصوير، مش يعني 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 بتوثقي لحظات مهمه جدا وماتش مهم جدا. انا اعتقد لحظات النهائي دي على وجه التحديد استحاله تنسوها، لانه هي ما كانتش كده لحظات سهله يعني حتى على المشاهد. بالظبط كده يعني فاللي قاعد بقى بينقل الحدث ده موضوع تاني. موضوع تاني ليه بقى؟ لانه حدث مهم
حدث استثنائي مش هيتكرر تاني. اعتقد النهائي ده كان اهم نهائي اتلعب في تاريخ كاس العالم او يعني بالحماس دوت. معروف ان النهائيات بتبقى الريتم بيكون هادي شويه. زي ما بقول لحضرتك خلاص يعني اللي هو احنا قلنا خلاص الماتش خلص ومفيش صور جديده يعني، فهننتظر لحين الاستلام الكاس وبنخطط ازاي. لقينا طبعا الدنيا اتقلبت وبقى في صور افضل وحاجات افضل. شكل الجمهور في النهائي كان عامل ازاي؟ شكل الاحتفالات، شكل الانفعالات، كنتوا رصدين ده ازاي؟ طبعا جماهير الارجنتين يعني مش عايز اقول لك من كوكب تاني زي ميسي كده، هو من فعلا جمهور من كوكب تاني. ما فيش هم اصلا اعتقد من اول المونديال وهم الاكثر على الاطلاق. بالظبط يعني كده موجودين في الشوارع بشكل كتير جدا. في المترو هناك كل الجمهور الارجنتيني، حتى يعني عايز اقول لك على حاجه لاحظناها، ان معظم الجنسيات الثانيه اللي هي الاسيويه والوافده برضه بتشجع الارجنتين. يعني واضح ان كان الاتجاه كله يعني كل الناس برضه كانت متعاطفه مع ميسي بشكل كبير، وانه ده كاس العالم اللي يختم بيه يعني تاريخه الطويل وانه ميسي يستحق. للجماهير برضه احنا كان في حاجه، احنا كنا بنصور النهائي في التريبيون، فكنا في وسط الجمهور، فكان لما الجون يخش انت بتخشي يعني انت معاهم بتنفعل معاهم برضه. انت بني ادم فريد لو تفتكر المعلقين، يعني احنا شفنا ناس بتصوت وتصرخ في 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 اللي هم المعلقين الاجانب. لا حاجه يعني كانت اجواء جميله جدا ومحظوظين ان احنا اكتر من مره اصلا قاعد انا واحمد الجمعه ويعني مثلا الجون يخش او مثلا هجمه مثلا تضيع. اعتقد انتوا كنتوا بتتكلموا على الصوره دي. بالظبط كده. احنا كنا في وسط برضو صحيح. فاحنا مثلا قاعدين مثلا في مثلا ايه هجمه مثلا خطره راحت، فتلاقي مثلا واحد ارجنتيني يقعد يخبط على الترابيزه. يا عم انا يا عم انا عاوز يعني يعني عايز اركز في الكاميرا. ازاي كنتوا بتتعاملوا في وسط الانفعالات دي علشان تقدروا تلتقطوا صوره سليمه؟ ما انا جايه انا عايزه اشتغل، بشجع منفعل معاكم، لكن في الاخر انا عايزه اعمل شغلي. ده بيجي نتيجه طبعا تراكم خبرات. يعني اول حاجه يعني نصيحه لاي مصور صحفي ان هو يحط انتمائه على جنب، سواء بقى بيشجع سين جيم. انا رايح اصور اوثق ماتش، فريقي بيخسر يعني فريقي بيكسب. مباراة استثنائيه زي مباراه الارجنتين والسعوديه دي كنتوا قادرين ان انتوا تتحكموا في انفعالاتكم تماما. انا اسف، هو في حاجه اكبر من كده. هو انت السعوديه او الارجنتين مش بلدي. احنا كنا بنصور منتخب مصر وهو بيصعد مثلا كاس العالم. احساس تاني خالص بقى. انت ده يعني ايه؟ لا يا مصر لازم يكون في طبعا عشان اطلع الصوره ديت. يعني انا لو هتفاعل مع الحدث انا خلاص كده خرجت من كوني مصور صحفي وكوني ان انا بوثق الصوره دي لمشجع. كوني ان انا دخلت بقيت مشجع خلاص كده احمد كمان نزعت ان احنا مرينا بحاجات اصعب من كده. يعني اصلا منتخب بلدي كان في الدقيقه 92 وبيصعد مصر والكونغو، كان يعني ايه ضربه جزاء واحنا ثابتين ويعني بنصور مفيش اي لا. فطبعا يعني لا احنا مدربين على ده وخضنا حاجه زي دي واتحطينا في مواقف صعبه جدا اصعب من كده بكتير. يعني وانت كان ليك صوره لصلاح. الله انت مذاكره بقى انت مذاكره بقى. يعني دايما الصور وخصوصا دلوقتي كمان مع وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع اختلف. الموضوع ما بقاش مقتصر على التلفزيون. صوره طبعًا ممكن تروح فايرل زي ما بيقولوا كده، تصحى الصبح تلاقي صحيح نفسك صورت صوره قلبت الدنيا. ايه الصور اللي عملت معاكوا كده في خلال المونديال؟ يعني كان لنا يعني في صوره ميسي في اول مباراه بالنسبه ليا وبالنسبه برضو لفريد، دي كانت صوره مهمه جدا. انا حاسه ان انتوا كانت عينيكم على ميسي. لا هو الناس اصل خدي بالك احنا رايحين مذاكرين، يعني الناس دي دول اخر في كام شخص كده كام لعيب ده اخر كاس عالم منهم ميسي كريستيانو. يعني خلاص ده اخر مباراه لي. فمن ضمن الصور برضو اللي هي كان في مباراه الارجنتين والسعوديه، ولما الارجنتين خسرت في صوره لميسي وهو بيقع كان بيصرخ، فدي كانت برضو دي انتشرت جامد جدا على السوشيال ميديا. وفي برضو صورة ليا لكريستيانو رونالدو بعد كان في مباراة غانا بعد ما احتفل بالهدف، فهو بيحتفل كان في بانر لميسي برضو جنبه كأنه بيبص له كده مبتسم كده وباصص كده لميسي. اعتقد هي موجودة في
نعرضها ان شاء الله نشوف الصوره اللي احمد بيتكلم عنها. انت فريد ايه اكتر الصور اللي بعد الفصل هنعرضها ان شاء الله؟ انت اكتر الصور اللي انت حسيت انها أنا أول يعني قلبت الدنيا. اول حاجه صوره كريستيانو، صوره ميسي واللاعب السعودي الشهري باصص له وبيزقر، دي انا لقيتها لفت جامد. وبرده نفس المباراه وميسي ماسك التيشيرت بتاعه بعد يعني بعد كوره كده كان ثابته لحد التيشيرت قوي كده، برضه صوره موجوده، كان متضايق جدا. واصلا ميسي انفعاله قليل، انفعاله يعني انفعل قوي كده فدي كانت كويسه قوي يعني. برضه كريستيانو رونالدو صوره انا برضه سعيد جدا بيها، هو كان في ماتش وكان ماتش مش فاكر ماتش مين بس نزل متاخر فهو الكرة طلعت بره فلف من ورا الجول بياخد الكرة من البنت بتاعت الكرة فابتسم لها وهي طبعا مش مصدقه وودت له الكرة فيعني خدت رقطه وهي كده يعني باصين لبعض الحمد لله الصوره برضو شفناها الستات شافوها من زاويه ثانيه خالص هقول لكم عليها في الفاصل. خلينا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع ضيوفنا استاذ احمد جمعه واستاذ فريد قطب المصورين المصريين العظام منورينا في التاسعه. نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعده نكمل كلامنا، خليكم مستنيين. أرجع مع حضراتكم لضيوفنا الكرام فريد قطب وأحمد جمعة المصورين العظام اللي كانوا حاضرين كأس العالم وبينقلوا لنا الصورة بكل تفاصيلها. فريد، كان في ماتش ما بين هولندا والأرجنتين وكان في صور مميزة لميسي في الماتش ده ورسائل كده ميسي كان بيبعتها لمدرب هولندا، كلمني عن كواليس الصور دي. ده كان ماتش مجنون جدا بالنسبة لي، وبرضه أنا لما قلت من شوية إن أنا كنت بصور وسط الجمهور ده برضه كنت بصور وسط الجمهور. كان ماتش صعب جدا وماتش مجنون، 2-0 الأرجنتين فجأة 2-1 قبل الماتش ما يخلص 2-2 فكان ماتش ودي يعني أنا ميسي صورته كتير إن كان في روسيا أو كده، أول مرة أشوفه متعصب كده. متعصب، احنا بقى بينا ايه؟ بينا عشره بقى انا وميسي بقى خلاص بقى بينا اصحاب. راصد انفعالاته. بص الصوره دي برضو يعني عملت ضجه كبيره على السوشيال ميديا. الصوره دي انا كنت اصلا متردد جدا ان انا اختار المكان ده في التصوير وانا اجبرت على التصوير من فوق. يشاء القدير ان الصوره دي ما تتاخدش غير وانا فوق. لو انا قاعد في المكان الطبيعي كنت تصورته من ظهره. نهائي هصوره من ظهره. فهي دي يعني صوره من الصور المهمه ان اصلا قلما لقيتي اصلا ميسي في حياته اصلا بينفعل في مباراه، فده الانفعال جميل جدا وكان ليه قصه وليه تاريخ وكان وعمل ليه كده. هو اصلا يعني هو اصلا مدرب الارجنتين مدرب هولندا كان بيدرب قبل كده برشلونه فكان حاطط اسم اللاعب انسيتو اللي هو كان معاه في اسمه ريكالمي كان حطه في دماغه وهو لعبه في مكان مش مكانه لغايه ما كرهه في برشلونه ومشاه من برشلونه. فيعني ميسي حاطط الموضوع قوي في نفسيته، شايله قوي وخد الموضوع بعصبيه اول ما جاب الجون واول ماتش خلص، فقام راح بقى واحتفل قدامه كده وغازه وكده يعني ايه، وقام عمل احتفال ريكالمي قدام 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 مدرب. وانت لقطت الصوره؟ اه الحمد لله. هو على فكره بالمناسبه ميسي في الملعب بالنسبه للمصورين هو هادي جدا. يعني هو من النوع الهادي، مش زي مثلا كريستيانو طول الوقت بينفعل او مبابيه مثلا بيتحرك كتير، انما ميسي لا بجد فعلا هادي جدا، حركاته قليله جدا، تصويره بيبقى. بس انت ما قلتش هادي، قلت ممل. يعني قلت ممل في تصويره. يعني هو يعني في احنا لما بنيجي نصور بنبقى عايزين في انفعالات اكتر وحاجات زي كده. الانفعال ده لميسي على وجه التحديد شفناه بقى في انفعالاته للفوز بكاس العالم ونظراته لكاس العالم. اول مره نشوف ميسي بينفعل واحتضانه لكاس العالم بالشكل ده وزوجته واولاده وهو بيصورهم وكانه بيهديهم يعني انجازه الكبير. يعني ميسي غلبنا قوي في النهائي، قعد تقريبا 30 دقيقه قاعد نص ساعه في حرام عليك تعبتنا يا عم. ايه كاس العالم حلم حياته بس يعني. مش كده لا هو فريد يقصد ايه، ان هو فضل قاعد هو وزوجته واولاده وفي صور برده موجوده، فضلوا قاعدين على المنصه كان كل اللعيبه بتحتفل
الا هو قاعد بيتصور وبيسلم على اولاده وقاعد بيحتفل مع اولاده. احنا بالنسبه للمصورين لا انا عايزه يلا عشان تمسك الكاس ويلا اتحرك الصوره مع اولاده. لكن الحقيقه برضو انه الناس بتشوف انه لما نجوم كبار زي ميسي هو اول حد فكر فيه، اول حد فكر انه يقعد معاه الصور دي. خليني اكلمكم بعيد شويه عن الكوره، كانت حديث بقى كل الاسر طبعا، انه نجم بالحجم ده كل اهتمامه دلوقتي في اللحظه اللي هي الاهم في تاريخه، اللحظه الاكبر في تاريخه بمراته واولاده، هو يعني اهداهم الكاس وقعد معاهم وتصور معاهم، وزي ما انتم بتقولوا قعد نص ساعه بيحتفل مع اسرته. هو انا بقول لحضرتك وانا بصور الصور ديت، يعني انا عايز اصور حاجات متنوعه اكتر، يعني خسورتين لا يعني هي طبعا صور توثق الحاله اللي حضرتك بتتكلمي فيها طبعا تحمل معاني كبيره، انه النجاح ده وراء اسره متكامله كده. يعني بالظبط كده، انا ببص نظره ثانيه، يعني انا دايما المشاهد او المتلقي بيبقى بيبص للصوره، يعني ممكن الصوره مثلا حد يشوفها بزاويه ثالثه خالص غيرنا. فاحنا بنبقى بنحب التنوع عشان نوصل اكبر قدر من الصور للناس، ما يبقاش كادر واحد او صوره واحده، او ما تبقاش الصور ممله، تبقى كذا حدث كذا حاجه. فهو زي ما بنتكلم كده، هو فضل قاعد نص ساعه هو واسرته طب على المنصه. طب انا بقول لك سر بقى مهم قوي، انا 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 مش من مريدي ميسي. ليه بقى؟ ان انا اصلا بشجع ريال. خلاص، فانت الناحيه الثانيه، ما هو طبيعي واحد بيهين فرقتي انا احبه ازاي؟ بس كده كده انت بتخرج بقى عن الحيادين. انا مش يعني بالظبط كده، انا بس يعني هشرح حاجه، خليك محايده فريد والله هشرحه. ميسي بالنسبه لي هو 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 يعني عمل حاجتين في البطوله دي احترمته جدا. اول حاجه في ماتش الارجنتين وهولندا، ماشي. طبعا مارتينيز هو البطل الاول والاوحد في الـ وصد اكتر من ضربه ترجيح. خلاص، اول ما الكوره دخلت وهم فازوا، كل اللعيبه بتوع الارجنتين جريوا على يعني بعيد. الوحيد اللي راح لمارتينيز هو ميسي. حتى كمان في صوره موجوده، هو نايم على الارض، ميسي الوحيد اللي راح له وحضنه. فقد ايه هو انسان. هو لا بلا يعني ليه بجد، عشان هو ما نسالوش الصده الاخيره اللي هي في الدقيقه 118. يعني لان الكره دي هي اللي فرقت في كل الماتش. يعني هي الكره الانفراد الاخير، الانفراد الاخير، لان كان 3-3. لا ده انا انت بتتكلم على ماتش اول حاجه ولندا. انت ما جبتلناش الصوره دي بس عشان نبقى لا لا والله انا بعتها، مش موجود، مش عندنا، لو عندنا كنا عرضنا. بس فهو لا وال يعني موقف التاني صراحة اللي هو طبعا رخم عليا. انت خلاص قعدت مع اهلك، يعني حلو جدا، قوم بقى يلا عوض بقى صور تانية، ما انا مش صور صورة واحدة بس نص ساعة يعني. لا هو قاعد معاهم خالص، قاعد معاهم، فده صراحة لا ده انسان. اللحظة دي برضو كانت مهمة جدا ما بين مبابي وميسي. ده احمد جمعة، تصوير احمد جمعة دي، صح احمد؟ دي بقى يعني انا شايف ان دول كانوا اهم اتنين لعيبة في البطولة كلها. ميسي خلاص يعني اعتقد انه خلاص كده خلص مع المنتخب، واعتقد ان العشر سنين اللي جايين او الاكتر يمكن كمان هو بقى امبابي. فهو بيبص له يعني نظره البصه اللي هو يعني انت قدوتي، او يعني فيها نظره تحدي كمان ان هو ممكن يكون افضل منه في المستقبل. امتعتونا خلال المونديال وتشرفنا بيكم، ودايما يا رب المصريين دايما يكونوا مصدر للفخر وللعمل المشرف في كل مكان. شكرا جزيلا احمد جمعه وفريد قطب، شكرا جزيلا نورتونا النهارده في التشكيل. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام، كده خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، دايما نشوفكم على الف خير.